التي أقيمت النهاردة دعوة بحظر نشاطها على مستوى الجمهورية لأنها مجموعة إرهابية. مفيش حاجة اسمها ألتراس، مستنيين حكم المحكمة. حتى الولاد ولاد الناس اللي فيهم بيندربوا بيتشتموا بيتهددوا دلوقتي، مش قادرين على العصابة اللي بتقود هذه المجموعة. لكم ازاي عصابة بتهدد أمن الدولة وكيان الدولة وأمن الشعب؟ ده قانون العقوبات. الفيصل بيني وبينه. المادة 86 من قانون العقوبات يقصد بالإرهاب في تطبيق أحكام هذا القانون كل من استخدم القوة أو العنف أو التهديد أو الترويع. هذه العصابة المسلحة استعملت القوة والعنف والتهديد والترويع، تبقى عصابة إرهابية. تاني يقصد بالإرهاب في القانون كل من استخدم القوة أو العنف أو التهديد أو الترويع. الألتراس بالمطلق استعمل القوة والعنف والتهديد. في قوة أكثر من محاولة قتل وزير الشباب والرياضة السابق السيد عمي فاروق مع سبق الإصرار والترصد في عنف وتهديد، أكثر من حرق اتحاد الكورة، أكثر من اقتحام النادي الأهلي في الجزيرة وتوليعه، أكثر من اقتحام نادي الزمالك أكثر من مرة. مستنيين عنف إيه؟ خلاص هذه مجموعة إرهابية ولا حوار معها. سيبكم من الكلام الأهبل اللي كاتبينه في بيانهم إن إحنا بنتحايل عليهم أمهاتهم بس هتتجزم عشان نتنازل. قلت لا، دخلنا في معركة ضد إرهاب مش هنكمل للآخر. أمهاتهم وعندنا حماد عباري أهو أخوهم حميهم، اسألوه الأمهات بس هتتجزم. قلت لا، أنا في معركة مكملة لغاية الآخر لأن الأهلي خدت 100 فرصة. فإذا هذه المجموعة الإرهابية عقوبتها إيه بقى؟ يعاقب بالسجن كل من أنشأ أو أسس أو أدار أو نظم على خلاف أحكام القانون جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة أو رابطة يكون الغرض منها الدعوة بأي وسيلة للي أنا قلته فوق ده. يبقى إذا كل قيادات هذه العصابة المسلحة، وفي بلاغ خلاص اتعمل هيتقدم للنائب العام بعد ساعة، بكل القيادات على مستوى الجمهورية هذه العصابة المسلحة كل القيادات السجن.